السلام عليكم أعزائي الطلبة. إن هذه المحاضرة نشرح فيها الهترودين أو السوبر هترودين ريسيفر. الحقيقة السوبر هترودين ريسيفر هو جهاز استقبال لاسلكي يستخدم لاستقبال الإشارات المرسلة من خلال تحويل الإشارات ذات التردد العالي الهاي فريكونسي أو الار اف فريكونسي إلى إشارات أقل تردد يسمى التردد الوسطي أو الانترميديت فريكونسي. ليش يحولوها للانترميديت فريكونسي أو التردد الوسطي؟ ليكون من السهل التعامل معها بواسطة الأجهزة الإلكترونية. لذلك إحنا لازم نشرح هاي البلوك دايجرام هذا الخاص بالهترودين ريسيفر. الإشارة نستلمها عن طريق الهوائي، يستلمها جزء، أول جزء هو الهوائي، بعدين يعبرها الهوائي، تعبر الإشارة عن طريق الهوائي الـ RF بتردد FC، يحولها إلى RF Amplifier. الـ RF Amplifier دائماً يصاحب بـ RF Filter، يقوم بفلترة الترددات الغير مطلوبة، فيختار التردد المطلوب اللي نريد نتون عليه أو نريد نستقبل الإشارة عن طريقه. الأعراب الانفلاير يكبر الإشارة اللي قد نستلم عن طريقها وتكون ضعيفة، فالأوتبوت الخاص بالأعراب الانفلاير تمر عن طريق المكسر اللي يسموه المازج باللغة العربية. المازج يستقبل إشارتين، الإشارة الراديوية اللي جاية عن طريق الأعراب الانفلاير والإشارة الأخرى اللي نولدها أو ولد الجهاز عن طريقه كريستال، تولد إشارة ذات تردد معين احنا نصمم عليه، هذا نختار التردد عن طريق يسموها اللوكال اوسيليتر. اللوكال اوسيليتر يولد تردد اف ال او، لوكال اوسيليتر تردد. هذا التردد حقيقة يكون على محور واحد مع الRF Amplifier، يعني مع تردد الإشارة المستقبلة. يعني حتى ليش؟ حتى يطلع الإشارة الأوتبوت من المكسر، تطلع الإشارة الأوتبوت من المكسر إشارة الفرق ما بين التردد الـ FC وتردد اللوسر Local Oscillator. بمعنى احنا شريد هنا نريد نطلع إشارة الـ FC minus الFC، طبعا هنا يطلع قيمة للتردد، تردد IF اللي هو 455 هنا. فدائما هنا نحاول نكون الFC ماينس الF local oscillator حتى يطلعني التردد IF. طبعا هنا المكسر يعبر لي إشارات، المكسر هو يولد لي ثلاث إشارات، يعني من يدخل بإشارتين، إشارة الـ FC وإشارة الـ Local Oscillator، F Local Oscillator. هنا أنا راح تطلع من ثلاث إشارات، أنا ولدت ثلاث إشارات، هي تردد FO اللي هي الجاية من Local Oscillator، وتردد الـ FC اللي جاية الإشارة اللي المستقبل بها الـ Signal، والإشارة الـ FOO زائد FC اللي هي تردد الـ F Local Oscillator زائد تردد الكارير، وإشارة الـ FO minus الـ FC اللي همنا لأن كل هنلاحي فرترهن جهاز المكسر حقيقة يكنصلهن ويطلع لنا فقط الإشارة اللي هي نريدها احنا اللي هي FO minus FC اللي هي إشارة الفرق ما بين الترددين حتى تطلع لنا تردد الـ IF. هنا لازم يعني يجدر الإشارة لازم نخليها في بالنا انه إشارة أو تردد الـ FO اللي هو Local Oscillator يكون أكبر لازم أو يساوي تردد الـ FC، وإلا تطلع عندنا إشارة بالماينس، يعني ما يعني غير منطقية. لذلك لازم إشارة الـ FO تكون أكبر أو تساوي إشارة الـ FC. هنا إذا كان مثلا إحنا نستخدم هذا الجهاز لأنه حتى يستقبل إشارات مختلفة التردد، شلون نقدر إحنا التوافق هذا يصير؟ عن طريق دائرة تيونينج هنا مربوطة. يعني إذا جتنا مثلا نفرض جتنا ألف هنا أو واحد ميجا، فحتى نجمع بها لازم يولد هنا واحد ميجا زائد 455 كيلو هرتز، يطلع لنا هنا ألف زائد 455 كيلو هرتز، بعدين يعني يبدي يطرح الـ FC من هنا يطلع لنا تردد الـ 455 كيلو هرتز بهاي النقطة.
واضح حتى نقدر نتعامل عليها نتعامل وياها في ضمن هذه الدوائر. بعد ما يخرج تردد الاي اف هنا يتفلتر عن طريق اللو نويز، يشيل لي بعض النويز اللي يصير بالاجهزه او الاشاره ويكبر لي اياها حتى اقدر اقراها، وبعدين توصل الى الديتكتر اللي هو الدايود ديموديليتر العفو او الديتكتر اللي هو يشيل الكفر الخاص بالاشاره الموديليتد سيجنال، يشيل اشاره الكارير حتى يولي اشاره اللي هي الموديليتنج سيجنال ضمن البيس باند سيجنال، فبعدين يكبر الاشاره ومن ثم الى سبيكر. هاي حقيقه هو جهاز مستقبل، جهاز الراديو احنا اللي نسميه حاليا جهاز الراديو، وجهاز المستقبل جهاز المستقبل من اي ام مودوليشن، جهاز الاي ام هو هذا بكل بساطه جهاز الاي ام. اذا عندنا اكزامبل بسيط على هذا الموضوع، مثلا سوبر هيترودين ريسيفر ديزاين تو ريسيف سيجنال وذ ذا كارير فريكوانسي بتوين 4 اند 6، احنا ممكن الترددين مالتيتون يريد يستقبل ترددين ومن 4 و 6 ميجا هرتز وذ ترانسميتد باند اوف 100 كيلو هرتز، الباند مالتها هو 100 كيلو هرتز لكل واحد. اف ذا اي اف فريكوانسي، اذا هنا نعطينا الاي اف فريكوانسي مو 500 مو 455، هنا انا مختار 850 كيلو هرتز. وذ رينج اوف ذا لوكال اوسيلت، شو الرينج اللي هنا يولده حتى اقدر احصل على ال required using the high side injection حتى يولد لي اشاره مرتبه اشاره جاهزه ويعني يمكن استقبالها ويمكن التعامل عليها كاشاره الف. نجي على حل السؤال، اف سي 1 عندنا 4 ميجا والاف سي 2 عندنا 6 ميجا، فاللوكال اوسيليتر 1 اللي هو اف سي 1 زائد اف يطلع لنا هاي القيمه، والاف سي 2 اف ال سي 2 شو يساوي؟ اف سي 2 زائد اي اف كذلك يطلع لنا. اذا الباند ويث الاف لوكال اوسيليتر اكبر من 4.85 واصغر من 6.85، يعني لازم يكون ما يتراوح مع الباند، يعني الباند ويث مالته ما بين 4.85 ميجا هرتز واقل من 6.85 حتى يقدر يولف ويستلم هذه الاشارتين. اللي هنا حقيقه تنتهي هاي هذا الفيديو البسيط اللي يشرح عن سوبر هيترودين ريسيفر. شكرا جزيلا.